لا ما صدق كازويا كازويا يا شباب كازويا نايس very good نايس واو 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 شفتوا شو اللي صار يا الزحمة يا الزحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير فالبداية مين اللي لفت انتباهكم يا شباب من البوتات أو الأخوية الموجودين هنا ما علينا لاحق عليهم بندخل فيهم في التفاصيل وبنشوف برضو إيش أو بنحل المنطقة هذه حنا جاهزين الحين أننا نتوجه إلى كوكب العنقاء اللي هو الكوكب الخامس يا شباب عنقود الريش عم بنقابل الكريه ذاك العادة ما أدري إيش القطعة هذه هي اللي بنحررها وبننقذها معالج يمكن والله ما أدري أوه الفانوس والله شكل العالم ممكن يكون جميل المصباح الجني وفي عندي طريق سري في المرحلة هذه اوكي اوه لا اوكي يا زفتة الطين عيد 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 يا حبيبي عيد عيد يا حبيبي عيد دام هذه موجودة في البداية اجل معناها يبغالي اسابق الريح اسرع هذا هي هو ده الكلام متحمس بشوفه شو الابلتي اوه ماي جاد وصلنا الاكربة الله يا الفايب العربي المشكلة ان اغلب الالعاب والافلام ماخذين فكرة كذا غلط يشبهون لك اي شيء كذا عربي بشيء كذا هندي علي بابا ومدري يعني مدري اوه او يعني بالله هذا عربي العمامة هذه شو وضعها طيب ما علينا يعني احس في غلط في الفهم يعني الفهم مو صحيح يعني وبعدين يعني في خوي فوق واو بروقات هذول اوكي اول خوي او ثاني خوي هل منطقه ملمومه اوكي المفروض اني اتوجه الى السوق ذا او اج محل او المنطقة اللي ايش اللي خلاني احكم ان الثيم عربي يمكن الثيم هندي طيب على كيفي انا عربي انا على بالي خوي طلع قرد يعني مسوي قوي مو منك من اللي سمعوا كلامك وجمعتهم صراحة عندي احساس ان في اشياء لذيذة هنا واو 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 لا يكون في رمال متحركة عجيب او تعالوا القدرة لسه ما اخذناها ايش هنا فيه؟ هنا القدرة؟ وبعدين يعني اها خوي؟ اي والله خوي مين هذا؟ خد على مؤخرتك هذا مين؟ هذا كان حق اتاك اون تايتن ما ادري اتاك اون تايشن عموما الاول وحررناه في بربقة هنا يا شباب اوه شو ذا؟ نايس واو 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 في شيء بيطلع معقولة بس كذا عجيب اعتقد ان خلصنا من المنطقة هذه اوه رهيبة السلام عليكم انا صراحة متحمس ابى اشوف القدرة ما ادري ايش ممكن تكون البطيخ
اوكي اعتقد ان حللنا المنطقة. واه هذا وين كان؟ هذا وين كان يا شباب؟ زفت الطين. لا 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 لا, لا, لا ننتبه من الانرب يا شباب. قبل لا نخلص من الانرب في طلع ان في شيء هنا. بس كذا؟ اها ايش هنا؟ هل اقدر؟ واو 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 وش الاشياء هذه؟ هل بقدر اروح؟ ليكون شكل بس. اوكي شكل انه يوريك ان المنطقة مفتوحة بس صار عندك رينج في الاخير. ما تفلها. انت ساد على ايش؟ علمني. نفوت اي شغلة. ايه طلع بس كذا. فتحسون نحللنا المنطقة ذي يا جماعة؟ ما ادري عندي احساس انها تحللت. لكن هذا ماني متطمن له. هل في شيء بيطلع؟ اها قايل لكم. المخنزر. خلاص كذا حللنا المنطقة هذه الأولى. اوه لو 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 شفتوا ايش في فوق؟ شو المناطق الملمومة هذه عادة تلخبطني صراحة. الله نعطيها كذا نظرة من فوق. اوكي كذا خلصنا من كل شيء. نتوجه الى جهة الفانوس. افتح يا مسمس. وخر. اوه القدرة. اعطونا القدرة لانها طولت صراحة. تخيلوا القدرة تخليني جني يا شباب. ترى ممكن. يعني كملوها. نكسر الأوعية هذه. اوكي نحك الفانوس. ابشر هذا صار حق شاي. شبيك لبيك. اوه هي ايش في زعل هذا؟ واو اوكي ما توقعت الشيء ذا. يعني حتى القدرة ما... لحظة كأني شفت شيء. هذا خوي ولا مين؟ هذا جريد. هذاك الخوي. اوه كأنها حقت نيو البنت. صح؟ لا 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 دقيقة ايش دخل؟ يو يبغى لي اتأكد. يبغى لي اتأكد وشو فيه في المربعات هذول. ما في شيء. انت ترى اعطيتك وجه بزيادة من البداية. هجوم! اوكي هذه القدرة. الله شايفين وشو؟ البوبي يا شباب. والله اشتقت للبوبي مرة. في بوبي هناك بعد. توكن. هجوم البرغي. اوكي نتأكد هل في اشياء هنا ولا هنا. ما في شيء. حلو الصوت. دمروا دمروا. اها اوه هذا خوي والله ولا باين. بس في شيء هنا؟ وشو هذا؟ ثعبان! هل نتأكد؟ اعتقد الامور كويسة. حلو. هذوكن. ولا. ولا. واو. ممكن تبتعد؟ إلى الحين ما أخذت التركيبة الثانية، الشيء ذا ما عجبني صراحة. الله يعلك يا شيخ. شوف شوف هذا مرة سريع. شا
شايفين كيف السرعة؟ اوكي هو طاح في الاخير صح؟ واو نايس. اوكي في قوي هنا. اقدر ادفه كذا؟ كذا يمكن؟ يمكن لازم اتسلق. ليه ما اقدر اتسلق؟ يمكن لازم من هناك اروح صح؟ اوكي. ابشر يا الطيب. ابشر يا خوي. نايس. طيب نرجع للمكان ذا الحين، ما يحتاج اني اروح هناك. اوه كومبو بيصير الان. اوكي كومبو متاخر، المفروض مره من بدري يعني. اوه اعتبرني وصلت يعني ولا ايش؟ يا انا وشو ما اخذت التشيك بوينت ذي؟ في شيء غلط صار. المهم خلني سريع. او هذا نايس. شوف شوف خلنا نعطيها كذا نظره لاني احس ان في شيء متخبي هنا. الى الحين ما جلس اشوف شيء. يمكن هناك شيء المتخبي او في الفوهة. يلا خذ لك. يمكن لازم اضرب الفوهة. طيب خل اجرب اضربها. هدوكن هدوكن. اوكي غلط يعني يوزلت المكان. اها مية مية يا شباب. اوكي في خوي هنا بس كيف اروح من هناك؟ يمكن الحين من هنا. اها وصلنا خير يا حليلها. مين هذه؟ اوكي كذا طلعنا او حللنا كل شيء، بيبقى لنا بس المكان السري. طيب نتأكد ما في شيء. وول جمبات او داش جمب. واو اوه نو مستحيل هذا. اوكي هذا ممكن اواجهه. الاحمر انتبه منه. الاحمر الاحمر نذل. واو عطني الذهبي لو سمحت. الضربه الثانيه دان وربقات هالمره. ها الله يعلك يا شيخ، ليش كذا بعيد كم مره؟ ويو كذا كذا كذا. الآن كذا افتكينا منهم. هل بيكون أسرع هالمرة؟ خذ دي. شفتوا؟ شفتوا فوق؟ انتبهت للمخرج السري يا شباب. المخرج السري فوق. بس كيف اقدر اروح له؟ شوفوا. ما ادري اذا انتبهتوا له ولا لا. كيف اقدر اروح له؟ لا تقول لي ما بقدر. لازم اكون سويت سكيب حق الجني. دقيقة ممكن في طريق. اوكي. اوه يا سلام السجادة السحرية هنا بالبوب ينطلق.
لا حرام، بعدين دقيقة هذول ليش موجودين على الأرض؟ يلا خذ لك، إيش الفهاوة اللي أنا فيها؟ أوه ماي جاد، هذول ليه موجودين؟ أكيد مش على الفاضي، يعني صار لي ساعة وأنا فوق جالسين يتلامعون. يا سلام. ايوه وصلنا خير. الله يا سلام، جي جي يا شباب، كذا حللنا اول مرحلة. مرة ممتاز. مرة ممتاز. كذا الظاهر بيبقى لنا كم؟ مرحلتين زيادة ونحلل العالم ذا؟ نحلله بمعنى ان نطلع المراحل تبعته. والعنقاء. فكذا خلصنا من اول مكان. اوه الش، وش الصوت ذا؟ هذا جوعان؟ الشمس والقمر ورجل الثلج. اوكي انا متحمس للاشياء اللي هناك بعد. اوه الحين وش هو؟ اكس يمكن؟ وش بيسمونه؟ فضاء الصليب المفقود، سموه الاكس الصليب. توقعت قاطع. اللون الأزرق يا أخي، اللون الأزرق جيب العافية. طيب نايس، خد يا الصليب. خلاص كذا حررناهم الأربعة، بنخلص واحدة وبعدها بنتوجه ما أدري، نتوجه إلى مرحلة الشمس والقمر أول أو مرحلة رجل الثلج. نشوف هذه الأولى، وابل الطيور. خلينا نشوف مين الشخصيات اللي بيحطونها. أوه لا ما صدق، كازويا. كازويا يا شباب، كازويا. نايس. Very good. Nice. Wow. Wow, wow, wow. شفتوا وش اللي صار؟ يا سلام. مرة نايس. يا سلام. مستبد بدم بارد. كذا طلعنا كجوية يا شباب. نايس والله. طيب خلونا نشوف واحدة ثانية. اوكي اروح للشمس والقمر. شكلها حلوة. الله واو، شكلها جميلة يا أخي. الشمس والقمر ولا الروضة هذه؟ شكلها في النهار كذا بيصير، لما تغرب الشمس بيصير شيء ثاني. أوكي في خوي هنا جالس اسمع استغاثته. والله جالس اسمع استغاثة يا شباب. اوه يا زفت الطين، انت هنا؟ هذا الاول.
خلنا نتأكد هل في غيره. خلاص عرفنا حركاتهم. اوكي شكله بس هذا هو. نعطيها الزحلوقة. الزحلوقة. الله لا يوفقك يا شيخ. اوكي عموما وانا اتدمج انتبهت الوجود خوي هنا. شوفوا صح؟ ولا هذا مو خوي؟ والله ما ادري. اوه الحين نروح المود القمر. اوه ماي جاد يا المرحلة الجميلة. اوه ماي جاد يا المرحلة الجميلة. هذه الثانية ودان. لحظة. شوف هذا ما احبه، هذا ما احبه ابدا. يا الاحمر ذا كريه. انقلع. طيب انا متاكد قبل لا نقلب الموازين ولا نقلبها من الحين. في شيء هنا؟ والله شكلي طلع هذه اول. يا حبيبي كيف اقدر اروح طيب؟ اوكي لازم اني ما اكسرها. طيب ممتاز. اوه خوي مين هذا؟ راس المطرقة ساعي البريد الورقي. اوكي ما اعرف اي لعبة. هل كنت اقدر اروح هناك؟ هل ناخذ اللمبة من جديد بس قبل لا احول الوضع الى شمس؟ يا سلام. الله لا هذه وشو هذه؟ تصبحون على خير. طيب. اوه حاطين لك شو اسمه؟ حلوة. شوفوا مع السيلفي. العنز ما ادري. هذا كوكو. كوكو كلوك. ايش فايدتها؟ لاحظتوا انه الى الحين. اوكي. هل بحتاج هذه؟ يا الكوكو صدقوني لازم اضربه. لحظة انا اقول لكم ايش بسوي. باخذ اللمبة برمي على الكوكو. ليش كذا وداني بعيد؟ صدقوني مو على الفاضي الكوكو. والله الظاهر انه شكل. خلي يولي خلاص. طيب هنا انا بحتاج اني اقلب الوضع علشان الخوي اللي هنا صح؟ هل كان المفروض اني اظل ناقز؟ او عادي راح اكون فوق على اي حال. هل ننتظر هذه؟ الحلو ان منظور المرحلة قاعد يتغير كل شوي، شيء ذا مرة حماس. يا سلام. خلصنا من النصف. عندي احساس ان ما فوتنا التركيبة الثانية ان شاء الله. ان شاء الله. واو واو واو. انت ايش تبي انت؟ تعال يا زفت. انقشع. الى الحين مو جا. ها شكل هذه التركيبة الثانية. نعم نعم. طيب التركيبة الثانية فوق قلنا صح؟ ولا يا تمزح. انا كنت ابغى استغل الموضوع علشان عشان التركيبة من جديد. خليك سريع. خليك سريع هالمرة. زي كذا. طيب التركيبة أين هي؟ أوكي. هنا بحتاج أقدر أرميها على هذول؟ والله ليش لا؟ خذ دي.
ها وش اللي دمجني بعد؟ ليكون الزف ذا اللي قاعد يلعب كرة ولا تفهم معاه أول شيء يعني مسوي فيه. فجأة قلت ايش في ذا ما قاعد يدمج. ممتاز حلو واو هلا بوي. التركيبة رقم واحد واو توها الأولى ما علينا نجي هنا احتياطا معنا ما يحتاج. اوف والله هذه تطلقك الى وين نجرب. لا 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 شكلها بعدين شكلها بعدين او الحين. بتأكد ايش في هنا. ما في شيء. والميزة المرحلة ما فيها طريق سري فعادي جمعوا خلاص المخنزر. على بالي في خوي هنا بس. يلا خضرك بس كذا. اوكي ننتظر شكله في شيء بيطلع. خوي متعلق مثلا. والله ما في شيء. طيب لو رحنا هناك بعد ما في شيء. والله صراحة المرحلة جميلة كثيم رايقة ألف. ننتظر أحس في شيء بيطلع. ما في شيء. اوكي في خوي هناك. اكرهك يا البربقة اكرهك. ها ما في احد يا شباب. هني شفت خوي. والله ما في الا هناك اللي فوق. يا زفت الطين. نعم كابتن ماجد. نعم كابتن ماجد ايش فيك؟ اوكي اصبر اصبر بجيك بعد شوي. اقدر اسبح هنا؟ ايش فايدة المكان ذا؟ الظاهر لما اغير الشمس في شيء بيصير. يلا خذ لك. لا تفكر يا ابو السعادة لا تفكر بزيادة. وشو هنا؟ الديناميت ده ديناميت. لا اما في واحد فوتناه. في واحد فوتناه يا شباب. خيلوا هنا. ما صدق يا شباب ما صدق. لا امشي وقت الوحوش كلها يعني. ما علينا امورنا طيبة. ها كابتن ماجد. اتلف يا شيخ. خلاص هنا وصلنا. اوه في شيء بيصير؟ يوم كسرنا هذول؟ اوكي. ام الاربع واربعينات اللي هناك. خليهم يرجعون. باقي واحد. ولا خلاص؟ هل بيصير شيء؟ يلا خذ لك. من جدك بس عشان ذا؟ لو ادريك خليتهم. مساكين. متروا المرحلة. اوكي احتاج تركيبتين. اوها هذه الاولى. شكرا. كم خوي باقي لنا؟ اوكي ما صرت اثق فيهم هذول صراحة. اوه الله يعلك يا شيخ انا قلت اقتلهم بيصير شيء. نايس. ما صار شيء في الاخير. نايس. يا بتقعد تسعبل لي الى متى يعني؟ في شيء بيطلع؟ ها بس كذا؟ طيب قبل لا اكمل او اسوي اها شو ايش طلع في... لا انا من هنا جيت صح؟ على بالي لقيت اكتشاف جديد. طيب كمل هنا؟ شكله هنا في شيء. شكله هنا في شيء عجيب. لكن قبل لا انزل
ما يمنع نستكشف. اوكي واضح ان الطريق من هناك اصلا، لكن دام انه اعطاني اكسس للجهه ذي فشكله في شيء. هل في شيء؟ اها الا في شيء. هنا وش اللي صار بالاسفل؟ مكان سري. اوكي اوكي هذا هو الخوي هناك متعلق. في زيادة الظهر لازم نقلب الموضوع. واو حلو، وما توقعت الوضع كذا صار. كيف تدمجت؟ كيف تدمجت؟ ما حد يفهم. ويو تدري سوي كذا وريح راسك. ولا كأنه موجود. الحين موجود. ألو وين راح ذا؟ اوكي واضح اني لازم اطيح من هنا. زفت الطين هذا وينه؟ اوكي انزل من هنا؟ شكله من هنا. اهم شيء اني قاعد الف راسي معاها. هنا؟ اوكي هذا هو. لقد وجدته. مين هذا عاد؟ يلا بس ابغى اعرف مين. اوه هذا حق شو اسمه؟ ليتل بيج بلانت مدري سوك بوي. كم صاروا؟ هل كلهم جمعناهم؟ اي والله كلهم. كذا باقي لي اخر لا باقي لي التركيبه بس، التركيبه الاخيره. خلاص ممتاز يا شباب. التركيبه الاخيره. والله يا شباب ما في ثقة الحين. ما في ثقة من الوحوش هذول. واو. الله. طيب. هل اقدر اروح هناك لو نقصت؟ شكله لا. الا البربقة. اوكي التركيبة مو هنا، على الاقل عرفنا الشيء ذا. بربقات. اوكي. التركيبة الأخيرة يا شباب. لسه ما هنا. واو. واو. لا ماني مطمن. أحس أن التركيبة ممكن تكون هنا. أوكي ما هي هنا. ما 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 حد يدري. والله القمر عليه ويه. لا ليش يا القمر؟ ليش؟ ليش يا القمر؟ يا الله. ايوه هنا. شوفوا يا جماعة في المنطقة هذه يتواجد، شوفوا كم سويتش وجنب بعض، فتفعل هذا وبعدها تشوفون تفعل ذا. تخيلوا مكان التركيبة. والله انها حوسة. كذا نكون حللنا المرحلة. خلاص كذا فزنا. كذا تم التحليل. نجيب البونس هالمرة يا شباب. يلا أسوأ واحد في أخذ البونس أبو السعادة. كذا خلصنا من المرحلة الثانية. ممتاز. وش الأشياء العجيبة هذه؟ طيب نروح مرحلة إكس ثانية، مواجهة البطء.
شيء. هذا مين؟ أنت من؟ واو وشو ذا؟ واو ليش استخدمت السعر الرملية طيب؟ أوكي هنا تستخدمها غصب. واو أنا بالسرعة يا الله من جديد خد دي والله دي أنا حركتها سريعة أكثر ناس ما أحبهم نايس وانت بعد ما أحبك واو 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 نايس انتو ما احبكم قلنا مره ممتاز واو اكسلنت والله شخصيه غريبه هاكر ايقاعي عجيب نروح لمرحلة الثلج الحين وفيها مخرج سري هل نشوف هذه ثلج بعد الهجوم المداري يلا خلينا نشوف هذه بعدها الثلج اقدر اروح هنا تركيبة لا 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 لا, لا. ما نبغى سخافة ما نبغى سخافة يبغالي اكون شكله سريع من البداية اعطيها انطلاقة على طول اقدر استخدم الداشين ليش داش واحدة نايس اوه رهيبة وقعت ثلج العله هذا تفضل يا الله الا الاحمر الا الاحمر معقوله ما في ولا خوي هنا تاكد بس يا ابو السعاده هذول من اي مكان يطلعون لك كذا قاعد اسمع كله منك كله منك خربت علينا ولا كنا بننقذك اوكي الخوي الاول طيار النموذج الاول الفوز طيب تمام تمام هيك المفروض تفوز من الحين اوكي ما في شيء قاعدين نسمع تسمعون صوت والله جالس اسمع احد يستغيث شكلها هنا والله اني سمعت صوت هنا يمكن ليكون يترول علي الزفت ذا او شكله في مكان ثاني مرتفع تمام الى الحين ما في شيء واو واو اوكي القدرة الجديدة اخيرا ايش راح تكون هالمرة الدجاجة اوكي ما يمنع ندمر هذول هذا ما احبه هذا ما احبه معقولة ما في خوي شكلهم هنا الاخويا
برضو ما في هنا. اوكي شكرا. اوكي في شيء هناك بالاسفل، فواضح ان الطريق قدام بس اقدر اني انزل او احد ممكن ينزلني. طيب ما عليش. اوكي وشو قلنا؟ قلنا انزل هنا. يو الله هذول ما احبهم ما احبهم. خلاص انزل هنا على طول، بس انتبه من الحمر هذول. وا 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 يا كرهيلهم الحمر والله انهم اقوياء. ما منهم امان بس احس انه بيس. اوكي دام انه معلق. اوكي ما صار شيء، قتلناهم على الفاضي. وشو هنا؟ الدجاجه؟ بس كذا؟ اوكي اوكي اوكي. تركيبه؟ لا والله مو تركيبه، ميني جيم. ويو اوكي جالس اشوفها. هل لازم نفتحهم كلهم هذول؟ نقلب فيهم يمكن. اوه ماجنت، واضح ان بيرمون في مكان. يلا خذ لك، ايش الفائده؟ اوكي مغناطيس مره ثانيه، اقدر اضغط على السويتش ذا على الاقل. وشو صار؟ ما ادري وش صار. و احد فاهم شيء؟ و وشو ذا يا شباب؟ ماني فاهم والله، والله ماني فاهم ايش تبي الغرفة هذه. بس واضح انه شيء كذا فيزكس يعني. نظف الحديد او شيل الحديد ورادات الحديد من هذول، الحين سوي كذا. ما صار شيء، ارجع من جديد. يمكن ارمي الحديد الحين كذا عليهم. خل نجرب. اوه اوكي وش اللي صار؟ طيب وشو ذا يا شباب؟ قاعد اسمع صوت الخوي. لا لا مسخرة، الجزئية ذي مسخرة صراحة. بعدين دقيقة، أنا عندي الدجاجة صح؟ يلا خذ لك. ارميها عليه على الزفت ذا. يلا ممتاز، نسيت الموضوع ذا والله. نايس كذا خلصنا من الجزئيه هذه. اسحبها. قبلها خلونا نشوف هنا ايش فيه. بس كذا فوق. نايس، خوي ثاني او ثالث. حلو. الى الحين ما احس ان جمعنا اي تراكيب. واو لسه. واو صدق هذول مو على الفاضي. بحتاج الديك مرة أو الدجاجة، وبعدها أضرب الوردة. زي كذا.
ممتاز. الآن هل في شيء طلع؟ بس هاي البرغي كوريوكن. نايس. البقرة إلى الحين ما حصلنا. الله يعل العدو. يلا مو غلط. أوه. نايس. نتأكد ليكون في أشياء ممكن تفوت أو تتفوت. شكرا. الحين سو كذا. أوه أقدر. نايس حلوة. إيش صار؟ ماذا حدث؟ تركيبة. قلت أتأكد إيش فيه. ترى عندك الدجاجة يا أبو السعادة لا تنسى. أوكي. هذا هي التركيبة هنا. هجوم البرغي. سوى مشاكل البرغي. ها. بس اوه ايش في هنا؟ اوه كويس اني جيت. يا سلام. يعني على اساس اني بخليك مرة بخلي واثق. الله ماشيين صح. في شيء فوق. او لا. نايس. هل بقدر؟ هلا والله اقدر. من هنا. والله اني حاولت يا شباب. طيب كأن شفت في شيء هنا. اوكي ما في شيء. طيب خلونا نكمل. ويو واو. لا تقولي بقدر. يلا خذلك. ما كنت ادري. طيب ضيعت من هنا وخلاص. اوه ماي جاد. والله اني ما شفت الزفت من جديد. خل نروح عند الخوي ذا اول. شاد حيله مسكين مره. اخر اثنين. والله حلوه المرحله ذي حقت الفضاء. ما ادري على الطريق من وين. اوكي جالس اشوف ان في احد هنا. واضح ان الطريق من الجهه ذي اصلا. مع اني ما كملت الجهه اللي بالداخل. في عندي قرش نذل هنا. بس كذا. اوكي قبل لا اكمل يا شباب خل اشوف هنا ايش فيه. ابغى اشوف ايش فيه بس. اجل قبل لا اروح فوق. نايس فيري جود. هذا قد يتقطع بالقطرة هذا. الفوز هنا. لا انا ما كملت. يبغالي اروح فوق. اجل واضح ان فوق اشياء جانبية. طيب فانا وصلت الجهة ذي اللي ما كملتها.
وشفت ان في خوي بكوكب ما ادري اي كوكب بعد. ليكون نفس شكلها نفس الجهة يا شباب، شكلها نفس الجهة ذي اللي جهة منها والله. هي متأكد في شيء؟ اوكي هلو، اللي قبل الاخير مرة ممتاز، باقي اخر واحد. ها؟ لا نو هذا البرغي لا تخليه بحاله لانه نذل. هنا في شيء شكلها قوي. يلا خذ لك هذا الخوي الاخير صح؟ كان جيت من هنا اصلا. بس كذا كذا تم تحريرهم كلهم يا شباب. جيجي نايس. نعم نعم. التراكيب لو سمحتوا، اكثر شيء حوسه صار التراكيب. في شيء هنا. ان شاء الله هنا. ايوه يا سلام، كذا تم التحليل. نعم نعم نعم، متوجه للفوز على طول. وات هذا الحين جالسين نلحق الزفت. الظاهر الى هنا اخر جزئيه بنحارب شكلها. واو وش ذا، ديناميت. اقدر اعطي شوريوكم من هنا، شكلي اقدر. اوكي فعلا اقدر. واو هذا يطلق ديناميت يا شباب. الله اعطانا انارب يا شباب. تعال هنا. ايوه جي جي، تم التحليل. هذا مو اخويا قطاوه هذول. خلاص جي جي. خلك بطيء عشان البونس لو سمحت. خلك بطيء، خلك بطيء عادي. ايوه هو ده الكلام. شوف مرحلة كروس ثالثة الحين صارت متاحة. لازم 200. اوكي تعال تعال، اريدك يا عزيزي. وين راح الزفت؟ اهم شيء لا تطلع من المجرة، لا تطلع من المجرة. يا سلام بس كذا. خلينا نروح مرحلة كروس اول. الصدمة ما عرفته والله، ما عرفته. بس مين هذا؟ الدفور سيد المسابقات، سيد المسابقات.
شكل الدفور. دم هذه تونا طلعناها جنون الماضي، خلونا نخلصها. دحروج؟ شكله دحروج. اوه يو قديمة ذي، نبكس فيهم يا شباب اما يطيحون. ما كنت ادري انهم يطيحون. الله يقلع ابليسهم. ضربة السعبولة هذه حلو. جيد كذا خلصنا. موظف راتب سيء الحظ، ما هو سيء حظ كثير، انقذناه. طيب نروح مرحلة رجل الثلج الحين. صار عندنا 200 وجبة مجمدة، هذه فيها طريق سري. ها الظاهر هذه آخر مرحلة. واو 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 واو. تركيبة ما جالس أشوفها. أوكي شكله ما في تركيب. واو شكلها حلوة. افتح النفس والله. طيب يعني انا كنت انتظر اللحظة الصح، في الاخير كذا صار. اوكي هو بيلف صح. اوه بس كذا يرميها. اوكي انا غلط في التقدير، شكله في شيء فوق. انه خوي ما اعرف. روح موهوبة، واضح موهوبة مرة، مو قادرة تنزل. هل في شيء هنا؟ ما اتوقع. اها اوكي. شوفوا لاحظوا ان اوكي اهم شيء قوي. واو الخوي رقم 2. اه او لا، دام الزفت ذا موجود يبغالي حاسب مرة. اعتقد ان امورنا طيبة بالنسبة للمكان ذا. البيضة يلا يا عزيزي، خلنا ننتظر نشوف وين راح يودينا. بس هنا شوف يلا خذلك. والله اذا طولت شوي اصير قالب ثلج. اوكي تفاصيل حلوه. طيب وين زفت الطين هذا؟ شكرا. حلوه الحركه هذه. ما في شيء، اهم شيء يتحرك علشان يدفئ الجسم. الفوز طبيعي، هذا هو رجل الثلج، هذا هو رجل الثلج. والله ما تكلمت عنكم انتم، والله ما تكلمت عنكم. هل بس انتقم يا شباب؟ طيب نشوف ايش في داخل الاشجار، يمكن في خوي. اوكي ما في شيء، ما في الا تفاح. اوكي هذا هو، عشان كذا يقول لك وجبات مجمدة. اوكي هذا الثاني او مو الثاني، ذا الثالث. نايس، اهم شيء اني ماشي صح. انا شايل هم يا شباب التركيبة الاولى صراحة، لان احتمال كبير او احتمال مو كبير انها تكون في البداية، بداية المرحلة جهة الطيارة.
انت فليتها تراك. الى الحين ما شفتها. هنا؟ ليس هنا. تفضل. لا تقول لي هنا، تكفى لا تقول لي هنا. واه؟ لا تقول لي الارض بركانية تصير. ايش اللي دمجني؟ ما ادري ايش اللي دمجني صراحة. لا ما هي بركانية الارض، خير. انا ما اخذت قدرة الى الحين. شكلهم سفوت هذول هم اللي دمجوني. او ماي جاد. قبل لا يطلع ذا نكمل هنا. اوكي اجل شكله داخل الثلج في حاجة دافية. ده ديناميت. يلا يا خوي. سلام. توقعون في ما احس في تركيبه في نفس المكان تبع الخوي صح؟ احتياطا دام اني اخذت لك. اوه شفتوا؟ زي عدمها ديناميت. ينفجر علي بس يسوي لي مشاكل. اوكي وقتها محدود. لا تقولي لازم اقتلهم بعدين تطلع التركيبة. والله ما منهم امان. او ما اقدر اسوي لهم شيء هذول. جيد. لو سمحت. اوكي في خوي هنا. بس ايش قاعد يصيد؟ لا اما في واحد فوتنا. ليش؟ ممكن بالاسفل يكون؟ لو اني رجعت. شباب. يكون هنا. اوكي. احتاج ديناميت. ده ديناميت. نايس. اوكي فعلا خوي. اوكي لازم اقتلهم. وش اسوي لك يعني؟ كيف اجيك؟ كيف اجيك طيب؟ اوكي ممكن لازم اغرقه. ابشر. امحق حل، امحق حل والله. ابشر بالغرق. ابشر بأحلى غرق. يا سلام. يبقى لنا اخر واحد. من وين اطلع؟ احتاجك. احتاجك يا عزيزي. طيب كذا خلصنا من الجزئيه دي تمام. نرجع. طيب. واو 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 يا الضفادع. يا زفت الطين. بدك تضربها اقوى ضربه في اللعبه. ايش في هنا؟ يعني كنت على اساس اني بحافظ على واحده؟ كم تركيبه عندنا يا شباب؟ معقوله ولا واحده الى الحين؟ السلام عليكم. يا مبسوط ها؟ طيب. دعوة يا اخي معقول الشجر هذول بس كذا انيميشن؟ والله ما ادري. ما علينا.
لحظة بالأسفل قاعد أشوف شيء حيتان. الحيتان رافعين المكان ذا. أوكي بس كذا يعني. أوه شفته أخيرا. خيلوا الأولى. والله مسخرة. مستحيل مستحيل لا أقبل. لا أقبل بالشيء ذا. ما لقيت ولا واحدة والله. هنا أول ما يطلع رجل الثلج لو توجهت يمين. عجيب. هذه الأولى أو الثانية بعد. حتى الأولى ما طلعناها للحين. طيب بداية المرحلة يا شباب، أول ما تهبط من الطيارة ارجع اضرب الرجل الثلجي هذا واسحب البطيخ اللي هنا علشان تاخذ الاولى القطعه الاولى. كذا نكون جمعنا البازل بيس كله. ممتاز. يا مزعج. ما احتاج. كذا رجعنا. اوه يسوي لنا مشاكل هذول اذا تجمدت مصيبه. يا سلام. ايوه طيب عندي كره ثلج هنا. ابتعدي. دف كره الثلج عشان تكبر. هكذا اذا. طيب كل صغير يكبر يا شباب. نايس. ايوه اوه المكان السري. هلا بوي هلا وسهلا. خلاص ممتاز كذا بيبقى لي اخر خوي وبعدها اقدر اني اجي هنا. انا خوفي افوز ويروح علي الخوي. ما في الا عند الرجل الثلجي بس ان شاء الله اقدر ارجع. يا ساتر. واو اوكي هذا بوس. هذا الضربة الثانية. خذ دي كذا. جي جي يا شباب. الخوي الاخير. خلاص كذا حللناها. هل اقدر ارجع؟ كمان ما بفوز من هنا. كله منك كله منك. ما بفوز من هنا. ابسوي ستارت اوفر. اسوي لها سبيد رن. واشوفكم عند المكان السري. خلاص يا عمي اهم شيء الطريق. كذا حللنا المرحلة يا شباب. جي جي. ممتاز. مرة ممتاز. كذا الظاهر انه خلاص ما عاد في اي مراحل في المجرة المفقودة. اعتقد اي خلاص. مستحيل. وين بيكون في النص يعني؟ ممكن في النص. برجع للعنقاء. مرحلة جديدة بعد. انتقام الجني. الجني زعلان منه الحين. هذه مرحلة بوس. والبوبي بعد. احلى شيء. تعال تعال نتفاهم معاك. ايش راح تسوي يعني؟ لا لا كذا بربقة تجيب لي. لا جيب لي اي شيء الا بربقة. واو اتوقعت انه ثلج. اوكي بحتاجها.
نايس. واو 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 يا شباب. واو زعل الجن يا شباب. جاب لي الشباب كلهم. نايس. انا ما عندي الا البوبي وبيصفقك البوبي. الضربة الاولى نايس. اوه طيروا البربقات. الضربة الثانية مرة ممتاز. واو واو يا ساتر مرة ممتاز. الضربة الأخيرة هادوكن. تعال كذا جي جي يا شباب. اوه هذه شو اسمها يا ربي وش اسمها؟ هورايزن. لعبة هورايزن الظاهر. اوكي كذا باقي لي كروس واحدة اللي هي هذه الى نبض المعركة. هذا اللي هذا اللي قصدته في الحلقة الماضية سول حق التقير. ما يعني ما خيبوا ظني يا شباب. حلو حلو جدا. مرة ممتاز. هذا أكره هذا أكره كر. واو 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 نايس. حلو خدي. اوه ماي جاد يا سلام. اقول لكم سول سول باد جاي حق التقير. مطارد العتاد ليجي. حلو والله كذا بيبقى لنا اخر مرحله صح. ادري اذا في اشياء ثانيه بتطلع. المفروض تطلع ال الأشياء العجيبة. معركة القذائف. معركة القذائف. وات؟ أو لا. لحظة. أيوة هذا هي. هو ده الكلام. كذا أنا مبسوط. كذا أنا مرة مبسوط. شوف شوف اوه اقدر اقتلهم كذا الدجاجة. الفايب مرة ميجاماني. كذا قاعد اسمع صوت. رش المية رش المية. واو اكيد بصير اكيد بصير مائي. اوه دحروج. الله يقلعك يا دحروج. توقعت ما يجيك شيء بالنار. طيب ما انا قاعد اسمع اصوات يا شباب. اوكي شكل ما في اي احد من الشباب هنا الان. وي تمام.
هل راح يوديني هنا؟ يبدو لي. واو وش المدفع هذا؟ واو 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 يا زفت. نايس نايس نايس. الى الحين ما في اي خوي. لا ما لا لا اقبل الكلام هذا. البرغي شباب الى الحين ما في اي خوي. ايش فيه؟ واو 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 وش النيازك هذه؟ الزفت هذا. اوكي خلونا نشوف فوق. انا اقدر اني اروح فوق والطريق فوق زي ما هو باين بالجيك بوينت، ولكن اقدر انزل بعد. المفروض اموري طيبة. اوكي في خوي هناك، هل راح يكون الاول؟ نعم. اوه لازم اكون كرة. اوكي 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 مو حاطينها على الفاضي. واه مو وين دقيقة. وات انا المفروض من هنا صح؟ لحظة لحظة كاني ضيعت. اوكي انا جيت من الجهة ذي. كاني شفت عرق. توقعت انه في خوي هنا. ما علينا نرجع. اوكي نايس يا حبيبي. الحين ورني كيف راح تقدر تقفل علي. واو نايس. هو مين ذا؟ من الفارس المغوار هذا؟ دام ان الاول امورنا طيبة. اوه التركيبة الثانية جالس اشوفها. حلوة المرحلة ما توقعتها كذا، مع ان الثيم من برا شكلها ما تحم يعني ما تحمس. قاعد اسمع صوت استغاثة. يا سلام الخوي الثاني. نايس. مرة ممتاز اللي صار. التركيبة كان قاعد اوه والله قاعد تغرق فعلا يا اخي. لكن احس انه ممكن اكون فوت شيء. ان شاء الله لا، ان شاء الله ما فوت شيء. واو ما يهزني ريح. اوه ايش بتسوي؟ ماذا سوف تفعل؟ مرة ممتاز. اها شكله في شيء هنا. اوكي في خوي. ويو واو الله يعلك يا شيخ. كنت ابغى احتفظ بقوة واحدة من جديد. ليش اتحرش فيهم اصلا؟ اوه نايس مرة ممتاز. ما ادري شو الفائدة بس يلا. واه شو الفائدة من الاشياء هذه؟ هذه كانها اللعبة عرفتوها؟ في واحدة من الالعاب اللي يطلع القرصان من البرميل اذا سحبت الصح او الغلط او ما ادري. المهم هذا الثالث. الدحرج مره بطيء. مره ممتاز. اوكي ما تقدر تسوي وول جمبات ولا شيء. احس ان في شيء فوق. والله اني ما انتبهت. ما انتبهت للاشواك الا متاخر. ولكن فعلا في شيء فوق.
ما هذا؟ تركيبة؟ أوه. واو، وين وديتني؟ مكان سري. اوه ماي جاد، نسيت انك لازم تعلق على الزر، لازم تعلق على الزر كذا طول الوقت، ما تفكه بكيفك. واو واو، اوه تتحكم باليد. اوكي اوكي اوكي، تتحكم بدحرجة اليد، شوفوا يمين يسار. اوكي حلوة بتكون، احب الحاجات دي. يا زفت الطين، طلع لازم تتحكم باليد يمين يسار، هو ده الكلام. اين الخوي؟ مين؟ ها؟ لا مستحيل، هذه حقت ديمون سولز. كان الليدي حقت ديمون سولز ساكنة النواة، يعني حصلت على روح. والله تخيلوا، يمكن هي والله سول اوف ذا وورد وذ درو فروم اتس فاسل، تشبهها، نفس اللبس يمكن. عاد ارجع. اوكي انا وصلت هنا اصلا قبل شوي. اوكي اوكي، هذا اوفرلود. اوكي هذه التركيبة الثالثة اشوفها. اوه يوجد خوي، تحول على طول، وانت ايضا. التركيبة شايفة هنا، هجوم البرغي. كيف اخذه كذا بس؟ النقيزة. اوكي لازم بالكرة، ها لازم بالدحروج. الهبوط الدحروجي الخارق. اوكي في خوي هنا، اللي قبل الاخير. نايس. اوكي لحظة، جالس اسمع صوت، ليكون صوت البرميل ذا وال... اوه لا بتغرق. اوه هذا الخوي، كذا حررناهم. بسرعة 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 لا تغرق السفينة. البرغي، ما اخلي البرغي لحاله كذا. جي جي يا شباب. اوه شكله في بوس. البوس، وش هذا؟ القرصان شداد، كابتن شرفوس. واو الهجوم. يا حرام، لو جربت رحت يسار على طول. انضرب الحين، يعني اتفاهم قبل شوي اذا بعينه، بس الحين ما انضرب. هي رايحة وراجعة صح؟ خد يا شداد، شوف تحسون كذا انضرب صدق، بس مو زي قبل شوي. او لا
المفروض كذا ما بيجيني شيء. المفروض الضربة الأخيرة. كذا جي جي يا شباب. اوكي. اوه العنقاء. طيب دقيقة نتأكد. تم التحليل. اهم شيء حق الديمون سولز هذه. اوه لحظة لحظة تأكد. ها. كم هذه 10900؟ عجيب. خلاص احنا جاهزين الحين نروح للمرحلة الأخيرة صح؟ مرحلة البوس ونشوف الثيم حق المرحلة هالمرة أو العالم. يلا بسم الله. الميتين. يلا على السريع. واو مرحلة بوس وكذا رايقة. ليش شد حيلك مرة؟ هجوم البرغي. وش القوة هالمرة؟ لا اما الدحروج. ليش الدحروج يا شباب؟ تونا الحين مخلصين منه بس اوكي. اهم شيء انه يكون دايق يعني في الاخير. دقيقة دقيقة انا شات حيلي ليه؟ والله لا شات حيلي. مسوي قوي. البرغي. لا هذا مو البرغي الشرير، هذا برغي عادي. تمام. هنا في برغي بعد. ما ادري ايش حسبت انها راح تطلقني الى الاعلى يا شباب. هذه العنقاء الحين؟ هذا البوس؟ اي والله فالكون. اوكي لا هذا وشو صقر هذا؟ واو. 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 اها. لازم اكون دحروج اصلا. وش اسوي طيب؟ اوكي افكه؟ طيب قولي قولي اني لازم افكه. والله دحروج جامد. نايس خذ دي. نايس. واو اقدر. هجوم. اوكي هذه الضربه الاولى شكلها. والله الفايت غريب وهو متسدح على بطنه ما ادري شلون. واو اوكي. هل كان لازم اردهم؟ براغي. يا برغي. واو ضربة المنقار. خد دي. الحين لازم اروح هنا. يا سلام شقلبه. يا سلام وريني ايش بتسوي الحين. الحين احلى فيز في هذا اكيد بيخلونا نلعب مرحله الحين. اوكي نزل. واو اهم شيء انك كذا بالدحروج وما يجيك شيء. بس واو 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 اما يضربونك الكلاب هذول. يلا ما علينا عرفنا انه ممكن ننضرب. واو خذ دي. شوف واو باقي لاخر ضربه. ها
باي باي. تستهبل صح؟ تستهبل بتخليني أعيد الفايت على بالي خلاص. اسحب عليهم. خد دي، خد دي كذا. جي جي يا شباب. الله هذه هورايزن اعتقد شكلها. يمكن جي جي الله. شايفين اقول لكم هورايزن. طيب التعلم الآلي. اوه ماي جاد. واو. اوه هذه لا يا زفتة. الله يقلع ابليس التركيبة ذي. تركيز خلك كذا سريع وفطين. ايوه 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 هو ده الكلام. كذا ابتدينا. يا سلام سلام يا المرحلة. خلنا نتأكد عشان لو رجعنا ورا ما يكون في سخافة صراحة. الأنرب. أوه باخذ القدرة حقتها. أما بالجزرة، بالجزرة يا شباب. أهم شيء كان يد بلاي ستيشن. أوكي أقدر أصوب؟ أوه لا أما نظام إيم وكذا. أوه أقدر باليد بعد أحسن وأسهل من أتحرك بال. وليش كذا؟ ليش يصير بالشكل ذا؟ ما أدري بس زبدة. مو الميزة في اللعبة هذه التنوع اللي فيها يجنن صراحة. ها؟ على بالي قوي. خد دي وخد دي وخد دي. والله يصير الوضع سلو موشن ترى. هي خوي الى الحين ولا خوي. خد دي ودي كمان ودي كمان. واو انتم ما احبكم ما احبكم ما احب ما احبكمش. اوكي في خوي هناك اكيد من شخصيات هورايزن. عاد ما ادري هل هي هورايزن اصلا ولا تطلع لعبه ثانيه وانا صاير لي ساعه قاعد فلسه. واو اقدر اقدر من الهواء. اوكي نايس كذا الاول دان. ويو نتاكد هل في شيء زياده. اوكي انا جيت من هنا اخذت الخوي وهذه التشيك بوينت. حلو اسحب هذه. يا اخي حلوه الفكره مره. حلوه فكره السلو موشن ترى. والله والله عجبتني انها يبطئ كل شيء مرة. حلوة يا اخي انك تبطئ كل شيء. مع السلامة مع السلامة. هذا الخوي الثاني. هذا كشاف هذا مو خوي.
والسعادة ملك الام. وات ما ادري ايش اللي سويته بس اعتقد اموري كويسة. اوه شوفوا كيف التفاصيل بالعين كذا، حدة بالعين جدية. او لا شكلها كان لازم اصوب من البداية وبيصير شيء. فالفوسي عطى واحدة ثانية. واه او امش فجأة قلت شو السالفة. تمام خل اتاكد في شيء فوق. اوه فيري نايس. في حد يطلق عليه من بعيد؟ ما اعتقد. الظاهر اني مسحتهم كلهم. خوي مستحيل المكان ذا على الفاضي يا شباب. قايل لكم انه مو على الفاضي. طيب وصلنا هنا الحين. واو اهم شيء انها ما تخلص. واو 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 واقدر اني انتبه المكان عشان اوخر منها شيء كويس. يلا خذ لك. طلع ان في شيء متفجر. السباحة ما اقدر استخدم السهم هنا. في خوي اسمع صوت خوي يا شباب. هذا وزفت الطين. لا تضيع مرة ثانية. يا سلام ماشيين صح يا اخي. شوفوا تجمع السمك عادة يكون في شيء متخبي. سيارة يا اخي. التفاصيل اللي حاطينها في المراحل شيء جامد صراحة. اوكي فاحنا خلصنا من الجهة ذي. هيلو لازم ادمر الكريستالات ولا في تروفي بتصير. كاني شفت كريستالات بالاسفل. اوه ماي جاد انا متاكد ان في شيء زي كذا. اجل لكن لو شفت مستقبلا بنتبه. لو انتبهت ببتدي خلاص يعني. في شيء تدمر ليكون الفوز هنا. لا او ماي جاد هدوكن يا زفتة. الان ممتاز. هذا شكله اذا داسك مصيبة. اوكي الظاهر انها لا مو التركيبة الاخيرة. نايس الغزالة. شباب كيف اخش هنا؟ لحظة انا اقول لكم كيف. هو ده الكلام. كذا تم تحليل التراكيب. مجموعة من الأخوياء بس ما أدري كم واحد باقي لي. لكن جالس أشوف واحد منهم. خدي وخدي. اللي قبل الله خير. كان عنزة هذا. أوكي. نايس. اوكي كاني شفت شيء يعني لو اني ما جيت هنا مثلا. هل اقدر اركب في ظهر الاخ اللي هنا؟ لحظه هل انا جيت من هنا اصلا؟ الظاهر اني انا جيت من هنا. اذا في الماء اوكي دام الماء هنا فمعناها الطريدز. معناها الطريق بالاعلى.
اي خلاص لا تفكر بزيادة، باقي لك خوي واحد. آه كيف الأخير أنت تمتطيه. تعال يا صديقي. واو متأكد أنه في خوي، بس خل أدمر هذا الأول. هنا الخوي الأخير. نعم خير خير. بربقة أوه لا. عموما وات ايوه انتبهت الوجود ذا. اها الخوي الاخير كذا حللناها كذا. ركز على هدف الفوز بس. والله سهلة صراحة المرحلة، يعني ما في هذيك التفاصيل المزعجة. واو نايس. الضفدع مو الضفدع ال اما اقدر اصوب وهو انا جالس ادور بالشكل ذا، عجيب صراحة. انتبه من الثعل ذا. الترتل اكيد مهرجان. واو 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 وش تصوب عليه ذا بالضبط. واو 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 اوكي او ماي جاد. ايوه تخيلوا بس كذا. نعم نعم واو اوه اوه نايس حلو. والثانية والثانية الله يقلع التصويب. والله التصويب مصيبة. اوكي في شيء. توقعت ان هذا الشيء صوب عليه اصلا. واو حلو نايس. يا حرام وخر عن الطلقة. يا سلام كذا جي جي. بعد باقي. واو نايس. نظام السلو موشن جيد. خلاص كذا جي جي. المفروض ناخذ القطعة الحين، قطعة البلاي ستيشن. ابيك والله هذا الكفر هذا. واو ما خلصناه ما خلصناه. واو 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 اوكي ضيع شكله. المفروض خلاص كذا دام طلع الشكل العبيط هذا معناها خلاص طفح الكيل. وش هو؟ قايل لكم الكيس. قبيح شكلها صراحة، أغطية الحماية الخاصة. جي جي.
كذا ممتاز. اوه ما كان فيها اغطية، تصدقون ما انتبهت. الظاهر بيشيلون منها الاستكرات. او بينظفونها من الاشكال العجيبة ذي، ما ادري استكرات او اصباغ. شايفين والله اني داري. يلا يا شباب يلعن بالفضاوة. بالله كيف اروح فوق الحين؟ ايه فكونا فكونا عاد سريع. يا اخي الحركة هذه الديناميكية اللي تقعد تحرك يدك كذا جد، يعني الواحد مستحيل يلعب وهو منسدح. مو بيقفل البلاي ستيشن بيحرق اليد، بيحرق لا يا شباب تمزحون. هذول فاضيين مرة. يا قلبي تخيلوا تطلع في طريقة سهلة وانا ما ادري عنها. يا شباب انا غرفتي ما نظفتها كذا. هذه أسوأ جزئية في اللعبة معليش. كذا ركبنا الكفر. يا حبيبي شقونا شق بالبلاي ستيشن 5 خلاص. ما ادري ادعسه هنا موجود جنبي البلاي ستيشن وابرد حرتي فيهم. خلاص يا شباب ار جي بي تك 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 وتك. والله الالوان في الصراحه في اللعبه هذه تفتح النفس الله حق. خلاص مركبتنا جاهزه تروفي. وين التروفي طيب؟ ايوه احتمي. يا سلام اوف والله طلعنا الشعب كلهم. واو ما باقي لنا شيء. واو معقوله القطع كلها؟ اكيد. وشو بعد في شيء جديد؟ شكل عالم جديد بعد يا شباب. الفاينل بوس معقوله؟ المكان هذا راح يوديك للفاينل بوس على طول. والشعب جاهزين للمباراة او المواجهة الاخيرة. طيب خلونا نرجع للعالم عشان نشوف هل حللناه ولا لا. اللي هي حقت الفينكس. اوكي لسه باقي خوي وتركيبة واحدة. فالمفروض انهم اوكي هذه هي التركيبة الواحدة. باقي الخوي وهذا الخوي. في دمدمة الظلام ما ادري دمدمة البطيخ وينها؟ دمدمة التحطم.
واو 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 يبغى لي ادمره بسرعه. احس اني اتخلص من هذا اول احسن. نايس. طيحهم طيحة العنز بعد. خد دي خلاص كده تمام صح؟ هو ده الكلام. انت مين يا اخي؟ ورني وجهك. العودة الى العش. كذا تم التحليل. العش اللي هي مرحلة الفينكس او العنقاء، او لا طلع مو عنقاء، طلع غراب مدري، نعامة مدري ايش كان البوس. عموما كذا حللنا المكان، فخلونا ننهي الحلقة. تمام تمام. طيب يا شباب كذا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. زي ما هو واضح صار الطريق للبوس الاخير متاح الحين، فحنا جاهزين ان نتوجه له. ولكن هل هذا اللي راح يصير في الحلقة الجاية؟ لا ننسى ان في عالم اللي هو العالم الاضافي لسه ما سوينا فيه اي شيء، بالاضافة الى المنطقة هذه ما يندرى اذا كان في اي شيء سري زيادة. عموما هذه هي حلقتنا، ان شاء الله انكم استمتعتوا ونشوفكم باذن الله على خير.